الحكم. المرحلة الأخيرة واختتام دورة الجزائر الدولية التي مرت بعدة ولايات، نظن أنه يعني وفقنا في الأهداف التي سطرت منذ البداية، سواء من جانب الرياضي الذي كنا نسعى أنه يكون محطة تحضيرية لمختلف النخب الوطنية، الجانب التنظيمي كذلك كانت يعني أجريت على نفس مسالك ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وين وقفنا على جاهزية تنظيمية وكذلك جاهزية المسالك. نظن أنه لو تلاحظوا النتائج الفنية تاع مختلف المراحل كانت يعني تألق الدراجين الجزائريين، بما أنه هذه الدورة كانت هدف للمديرية التقنية أنه الرياضيين يكونوا في فورمة عالية، هذا لأنه هذه المنافسة على بعد شهر فقط من الألعاب، كذلك هي محطة انتقائية للناخب الوطني الذي يعني سوف ينتقي اليوم 8 دراجين يعني اللي راحين يشرفوا الراية الوطنية بإذن الله في ألعاب وهران.